خلينا نبلش. رح نحكي اليوم، نكمل موضوع الكيموثيرابي. سامعيني الصوت واضح؟ واضح واضح الفارق. تمام. أنا عارفة إنه الوضع مش مناسب وكلنا شوي تعبانين، بس مضطرين نعمل المحاضرات ونخلص الدروس اللي علينا. يلا، هيك المعظم فات، خلينا نبلش بالأنتي فايرال ثيرابي. خلصنا المرة الماضية الأنتي فانجل ثيرابي. حدا عنده أي سؤال، أي استفسار؟ عموما لو في أي استفسارات بإمكانكم تبعتوا لي على الإيميل أو تبعتوا على المودل. محاضرتنا اليوم رح تشمل مواضيع زي، نبلش هيك بنظرة سريعة على الفيروسز شو هم، الكلاسيفيكيشن للأنتي فايرال دراجز، ورح نحكي عن المواضيع اللي بتهمنا أو الأنواع اللي بتهمنا اللي هم الأنتي هيربس دراجز، الهيربس سمبلكس انفكشنز بشكل عام، ورح نحكي عن كمان كم انفكشن بيعالجها الانتي هيربتيك دراجز، رح نحكي عن الانتي انفلونزا ايجنتس، الانتي ريترو فايرال ايجنتس، ونحكي عن ال اتش اي في تريتمنت والبوست اكسبوجر بروفيلاكسيس. الفيروسز بشكل عام هي اوبليجيت انتراسيلولار، تتكون من كور جينوم محاط ببروتين شل، وفي بعض الحالات بعض أنواع البروتينات بيكون حواليها لايبوبروتين انفلوب، مثل ما احنا شايفين هون. في بروتينات، في فيروسات بتكون عبارة عن بس الجينوميك ماتيريال محاطة ببروتين، وفي أنواع بتكون محاطة بانفلوب مكون من لايبوبروتينز. ما إلها سيل وول أو سيل ممبرين، ما في بيصير فيها ميتابوليك بروسيسز، تعتمد توتالي على الهوست سيل في عملية الريبليكيشن. تمام، هلا كيف بصير الفيرال ريبليكيشن عادة؟ بشكل عام وسريع بدون تفاصيل، بفوت الفيرال او بصير اتاتشمنت للفيروس على الهوست سيل سيرفيس، بيعمل اتاتشمنت وبنتريشن، وبصير له انكوتينج للفيرال نيوكليك ماتيريال، وبدخلها في الهوست سيل، بصير سنثيسز للريجوليتوري بروتينز، بعدين بصير سنثيسز للار ان اي او دي ان اي حسب نوع البروتين، بتجمع هاي الفيرال بارتيكلز، وبعدين بصير هالريليز من الهوست سيل ممبرين. كيف التصنيف للانتي فايرال دراجز؟ الدراجز عادة تصنف اما ادوية تستخدم against الهيربيتك انفكشنز، يعني انتي هيربس دراجز او انتي هيربس ايجنتس، الدراجز يوزد against ال اتش اي في انفكشنز بنسميها بشكل اخر انتي ريتروفايرال ايجنتس، وبتتقسم لانواع نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز، نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز، بروتييز انهبيترز، انتري انهبيترز، وانتجريز انهبيترز. تقسيمهم هيك حسب على أي جزء بتشتغل من كل جزء في مراحل الريبليكيشن للفيروس. في عندنا أنتي إنفلونزا ايجنتس، في أنتي هيباتايتس ايجنتس، في أذر أنتي فايرال ايجنتس، مثلا ممكن نستخدم الانترفيرونز، الريبافيرين، الأوتو أنتي بوديز، مونوكلونال أنتي بوديز، في كثير علاجات. إحنا اليوم رح نركز على الأشياء اللي بتهمنا ولازم نكون نعرفها كدكاترة أسنان. هاي بشكل عام اختصار اللي حكيناه. كيف ممكن تكون عملية الريبليكيشن للفيروس؟ أول شيء الاتاتشمنت أو الانتري للفيرال، في أدوية بتعمل بلوكج للانتري، في بعدين بعد ما يفوت ويعمل بنتريشن بصير له انكوتينج لل
بنعمل انكوتنج للجينوميك ماتيريال عشان تبلش بمرحلة الريبليكيشن باستخدام الهوست سيل، فممكن في أدوية تعمل بلوكج لهي المرحلة. بعدين ممكن يصير في مرحلة النيوكليك أسيد سينثيسز، في أدوية تانية بتعمل بلوكج لهي المرحلة كمان، مثل الان ار تيز، يعني نيوكليزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز والنون نيوكليزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز. في ادويه بتعمل بلوكج للبروتييز انهبيترز اللي بتساعد البروتين او بتساعد الفيرال بارتكلز انها تطلع من الخليه. وفي شغلات بتاثر على النيورو امينيديز انهبيترز بتمنع انفصال الفيروسات من سطح الخلية أو الهوست سيل اللي بتكون مستخدمتها. أول شيء رح نحكي عنه وهو أهم شيء هم الأنتي هيربس دراجز. الهيربس فيروسز عادة associated with a broad spectrum of diseases، مثلا الكولد سورس، الفيرال انسيفالايتس، جينيتال هيربيتك انفكشنز، وحسب في منهم أنواع كتير رح نيجيهم بالتفصيل. The drugs targeting these viruses عادة effective during the acute phase of the viral infection وما بتكون مفيدة خلال المراحل الـ latent. لو بدنا نستخدم الـ antiherpetic drugs بأول مراحل الـ infection عادة بينحكى within 72 ساعة. الـ antiherpetic drugs بتستهدف herpetic infections بتسببها الـ hepatitis sorry herpes simplex virus 1 اللي ممكن يعملنا هيربس لابياليس وهيربس اسوفاجايتس، وحتى ممكن يعملنا هيربتك انسيفالايتس. هيربس سيمبلكس فيروس 2 مسؤول عن الجينيتال هيربسز. الفاريسيلا زوستر فيروس المسؤول عن تشيكن بوكس، وبعدين بعد البرايمري انفكشن اللي هي تشيكن بوكس بصير يعطينا ريكرنت انفكشنز مثل الهيربس زوستر او الشينجلز مثل ما رح نشوف كمان شوي. الابشتاين بار فيروس اللي مسؤول عن فيكشوس مونونيوكليوسز. السيتوميجالو فيروس اللي ممكن يعمل نمونيا، ريتينايتس، انسيفالايتس وغاسترو انتيرايتس. كل هدول يصنفوا هيرب أدوية بتتعالج بالهيربس دراكس، بالأنتي هيربتيك دراكس. أول واحد وأهم واحد والبرو دراك هو السايكلوفير، هو عبارة عن بيورين نيوكليوسايد أنالوج، تحديدا جونسين أنالوج. إله أنتي هيربتيك أكتيفيتي على بيأثر على الفيرال دي ان اي سينثيسيس. هلا رح نشوف كيف. طبعا هو اكتف اجينست هيربس سمبلكس فيروس 1 وهيربس سمبلكس فيروس 2، وبدرجه اقل على بيأثر على الفاريسيلا زوستر فيروس وبعض انواع الابشتاين بار فيروس بتعالج بالاسايكلوفير. شو الفارماكوكاينتكس لهذا الدواء؟ بيتاخد فيه منه اورال فورمز، في توبيكال، في اي في. هاي ثيرابيوتيك اندكس مع لو توكسيسيتي للهوست سيلز. بور اورال، هلا رح نشوف ليش له لو توكسيسيتي للهوست سيلز. بور اورال بايو افيلابيليتي، ما عدا مثلا في عندنا سينثيتيك فورم او سينثيتيك دراج اللي هو فالاسايكلوفير، تعديل على الاسايكلوفير هذا له بيتر اورال بايو افيلابيليتيز من الاسايكلوفير. بورلي باوند للبلازما بروتينز، وايدلي ديستريبيوتد في البادي، وفريلي كروسز ذا بلاد برين بارير، بصير له كونسنتريشن كويس في السي اس اف. بارشلي ميتابولايزد ولا ان اكتف برودكت، وبعدين بصير له اكسكريشن في اليورين. ممكن يصير له اكيوميليشن في البيشنتس اللي عندهم رينال فيلر. كيف بيشتغل؟ الاسايكلوفير حكينا هو بيورين انالوج، يعني هو بيشبه النيوكليوسايد اللي بيستخدمها الفيروس عشان يكون الدي ان اي اللي له، عشان يعمل ريبليكيشن للدي ان اي. هلا بما انهم النيوكليوسايد لازم الاول عشان يتحولوا للنيوكليوتايدز ويفوتوا في تركيبه الدي ان اي لازم يصير لهم فوسفوريليشن. هلا الاسايكلوفير هو انالوج للبيورين، تحديدا للجونسين، فبيحتاج ثايميدين كاينيز. هذا الثايميدين كاينيز موجود عند الهيربس سمبلكس فيروس نفسه. فاذا اول مرحله او اول طريقه فوسفوريليشن يتحول من السايكلوفير عادي او جونسين انالوج عادي يتحول لجونسين مونوفوسفيت، جونسين انالوج مونوفوسفيت او السايكلوفير مونوفوسفيت، محتاجين الهيربس سمبلكس فيروس ثايميدين كاينيز.
بعدين عشان يصير له دايفوسفوريليشن وترايفوسفوريليشن بيحتاج السيلولار انزيمز اللي بتكون موجوده في الخليه. فعشان هو محتاج الهيربس سيمبلكس فيروس سايمدين كينيز، فهو سنسيت يعني بيكون سيلكتيف للانفكتد سيلز بس اللي بيكون فيها فيروس، اما الخلايا اللي ما فيها فيروس فما بيأثر عليها. بعد ما يتحول للسايكلوفير ترايفوسفيت او جونيسين انالوج ترايفوسفيت، بيدخل في الفيرال دي ان اي بدل الجونيسين العادي، الجونيسين نيوكليوتايد، وبيمنع بيأثر على السنتيسيز للدي ان اي، للفيرال دي ان اي. هاي الخطوات زي ما حكيناها بالرسم اللي قبل، بيكون بالاول مش معمول له فوسفوريليشن، بيكون نيوكليوسايد، بعدين بصير مونوفوسفوريليشن باستخدام الثايميدين كينيز اللي حكينا موجود في الفيروس. بعدين المونوفوسفيت السايكلوفير بيتحول لدايفوسفيت من خلال الهوست سيل كينيزز اللي هي عبارة عن سيلولار انزيمز من خلايانا هاي موجودة. كمان المرحلة اللي بعد لما يتحول لترايفوسفيت محتاج الهوست سيل كينيزز. بعدين بصير السايكلوفير ترايفوسفيت بتنافس مع الديوكسيجوانين ترايفوسفيت اللي هي موجوده اصلا كسبستريت للفيرال دي ان اي، وبيدخل مكانها بالدي ان اي فبيخرب الانتاج او السنثيسيس للفيرال دي ان اي، وبيعمل بريماتيور تيرمينيشن للفيرال دي ان اي تشين. ميكانيزم اوف ريزيستنس واضحه كثير، راح يصير في اما altered او deficient ثايميدين كينيز، هيك الفيروس بيطور المناعة. للأدفيرس إفكتس للأسايكلوفير من السايد إفكتس، عادة حسب الروت أوف أدمنستريشن، يعني إذا أعطيناه توبيكال ممكن يسبب لوكال إريتيشن أو بيرنينج سنسيشن، إذا تاخد أورالي ممكن يعمل هيدك أو نوزيا أو فوميتينج أو دياريا، انترافينس أدمنستريشن ممكن يعمل رينال ديسفانكشن، الدوزز العالية منه ممكن تسبب نيوروتوكسيسيتي، ممكن يصير عند البيشنتس تريمرز، كونفيوجن، ديس اورينتيشن او كونفنشنز. الثيرابيوتيك يوزز في الدنتستري هو اكثر واحد بهمني الاسايكلوفير ومشتقاته، طبعا هو التريتمنت اوف تشويس للجينجيفوستوماتيتس والهيربس لبياليس. ما بعرف اذا اخذتوهم بالاورال باثولوجي ولا لسه، فأنا بجميع الأحوال هشرح لكم عنهم سلايدتين على السريع عشان نصير نعرف شو هم. استخدامات أخرى للأسايكلوفير ممكن للجينيتال هيربس، للهيربتيك انسيفالايتس، الهيربس فيروسز أو الهيربس سيمبلكس فيروس 1 هو المسبب الأول للهيربتيك انسيفالايتس، أول يعني أكثر فيروس ممكن يعمل هيربتيك انسيفالايتس. هيربس سيمبلكس كيراتايتس، تشيكن بوكس، وهيربس زوستر، كل هاي الشغلات ممكن نستخدم لها الأسايكلوفير في العلاج. كيف جرعة الأسايكلوفير اللي بدنا ناخدها؟ هلا للريكرنت هيربس لبياليس، راح في عندنا مرضى بيكونوا اميونو كومبيتنت هيلثي بيشنتس ما عندهم مشاكل، في اميونو كومبرومايزد ادلتس او بيشنتس. الاميونو كومبيتنت ادلتس بنعطيهم 5% كريم أسايكلوفير، بيعملوا له ابلكيشن كل 3 ساعات اب تو 6 تايمز بير داي لمدة 7 ايام مكان الفيزيكلز اللي بتكون طالعة في الهيربتيك لابيالس او الهيربس لابيالس. اما الاميونو كومبرومايز ادلتس فهو لانهم بيكونوا عندهم المناعه مش قادر تحميهم، فممكن لازم او مش ممكن لازم نعطيهم اورال اسايكلوفير، بياخذوا 400 ملي جرام تابلت 3 مرات في اليوم لحد الكومبليت هيلينج، وعاده الكومبليت هيلينج من الريكرنت هيربس لابيالس بده ياخذ 7 ل 10 ايام. برايمري هيربتيك جينجيفوستوماتيتس هاي اللي هي البرايمري انفكشن من الهيربس لبيالس، هلا رح نحكي عنها. في الاميونو كومبيتنت ادلتس بنعطيهم اسايكلوفير سسبنشن 1 تو 3 ميجرنج سبونز، اللي من قبل حكينا الميجرنج سبون هي عباره عن 5 مل سبون 3 ل 4 مرات في اليوم، وبنخليهم يتركوها 3 مينتس وبعدين بيتمضمضوا فيها وبعدين بيعملوا لها سبيت. اما الاميونو كومبرومايز ادلتس بياخذوا الاسايكلوفير سسبنشن 1 تو 2 ميجرينج سبونز 5 مل 3 تو 4 تايمز ا داي فور 3 مينتس سويش اند سوي. الشيلدرن نفس الشيء،
سواء كانوا هيلثي او اميونو كومبرومايز بياخذوا السايكلوفير سسبنشن 1 تو 2 ميجرنج سبونز 3 تايمز بس في اليوم، وبخلوها ثلاث، بنحاول يعني نخليها as soon as possible في فم الاطفال، بعدين سويش اند سولو. طبعا البرايمري هيربيتيك جينجيفال ستوماتايتس اكثرها بتصيب الاطفال. خلينا نحكي عنهم شوي، البرايمري هيربيتيك جينجيفال ستوماتايتس. في اي سؤال من اللي قبل؟ حدا عنده اي سؤال، اي استفسار؟ صبايا شباب، طيب نحكي عن الهيربس سيمبلكس انفكشنز. الهيربس سيمبلكس فيروس 1 مسؤول عن 80% من الاورال هيربيتيك انفكشنز و20% من الجينيتال هيربيتيك انفكشنز. اما الهيباتيتس سوري الهيربس سيمبلكس فيروس 2 فهو مسؤول عن العكس، 20% اورال انفكشنز و80% هيربيتيك. احنا اللي بهمنا هيباتيتس سي، هيباتيتس سير يا ربي ليش بقول هيباتيتس بحكي. هيربس سيمبلكس فيروس 1 هو اكثر واحد بيسبب لنا الاورال هيربس انفكشنز. حسب ال WHO عالميا تقريبا في 2/3 من البوبيوليشن تحت ال 50 سنه انفكتد وذ هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1. كلنا المعظم بيصير عنده هيربيتيك او هيربس لابياليس. هلا بنشوف كيف شكلها. اول مره بياخذ البيشنت هاي الانفكشن او بينعدي بهيربس سيمبلكس فيروس 1 بنسميها برايمري جينجيفوستوماتيتس. هي هاي الحاله اللي كنا نحكي عنها، اول ما ياخذ الانفكشن بتكون برايمري جينجيفوستوماتيتس، واكثر شيء بتصير بالاطفال اللي تحت عمر 5 سنوات. ممكن نلاقي ادلتس ما صايره معهم، وتصير طبعا برايمري جينجيفوستوماتيتس مع الادلتس، ولكن هي موست كومون في الاطفال اللي تحت 5 سنين. عاده الاعراض بتشمل فاتيج، ماليز، انوركسيا، اريتابيليتي، فيفر. بعد كم يوم بتبلش تظهر فيزيكلز في الاورال ميوكوزا، وبعدين بصير لها رابتشر وبتترك بينفول ألسرز على الجنجيفا، على الليبس، على البيك الميكوزا والثروت. بعد ما يصير في برايمري انفكشن، الناس اللي صار معهم البرايمري جينجيفوستوماتيتس بصير عندهم ريكيرنت هيربس سيمبلكس انفكشنز اللي هي بعدين سميناها الهيربس لبيالس. يعني بعد ما ياخذ العدوى لاول مره بالهيربس سيمبلكس فيروس بيعمل له برايمري جينجيفوستوماتيتس، بعدين بطيب، بس الفيروس بضل دورمنت تحديدا في السنسوري جانجليون لترايجيمينال نيرف، بضل موجود الفيروس بشكل خامل. بيطلع لما تصير في اميونو سبريسيف ستيتمنت للبيشنت، ممكن حالات ستريس لما البيشنت يمرض. بعد مرضى اذا بتلاحظوا كثير بيطلع الهيربس لابيالس، فبضل موجود وبرجع بيعمل هيربس لابيالس اراوند ذا ليبس فيرميليون بوردر، فبالتالي بنسميه هيربس لابيالس او له اسم ثاني كولد سورس. زي ما حكينا الدورمانت فيروس مي ري اكتيفيت بعدين من التراجمنال سنسوري جانجليون وبيعملنا هيربس لابيالس على حدود الفيرميليون بوردر. الانست اوف بريدرومال برودرومال سيمبتومز بتكون كشكل بين تينجلينج بيرنينج سنسيشن في المكان اللي راح تطلع فيه الهيربس لابيالس. هذا الحكي كله بيسبق تطور الفيزيكلز، بعدين بتطلع الفيزيكلز. الريكيرنت اوت بريكس عاده مور كومون في الفيرست يير افتر ذا انيشيال ابيسود او افتر ذا برايمري انفكشن، بعدين بصير لها بتصير اقل كل ما مرت السنين وكل ما الجسم عمل فيها مناعه. هذا الريكيرنت فورم من الهيربس سيمبلكس فيروس اللي هو هيربتيك لبيالس او هيربس لبيالس. هاي الفيزيكلز قبل ما يصير لها رابتشر، وهاي هي المرحله الافضل للعلاج، لانه نعطي السايكلوفير اوينتمنت او كريم. ممكن يجاوب، عاده بتكون اول ما البيشنت يحس بتنجلينج سنسيشن وبيرنينج مكان ما بدها تطلع، لقبل ما يصير رابتشر للفيزيكلز. اذا صار رابتشر للفيزيكلز بنشوف هذا المنظر هون. عاده للسايكلوفير كريم عاده مش افكتيف، ولكن مع ذلك المرضى اللي بيكون عندهم سيفير ممكن نعطيهم اياه عشان شوي يخفف، ولكن هو موست افكتيف في المراحل اللي قبل الفيزيكال رابتشر. الابشتاين باير فيروس انفكشنز من الفيروسات اللي بتعمل لي انفكشنز بتتعالج بالانتي هيربيتيك دراجز، بتعمل لي انفكشوس مونونيوكليوسيس. انفكشوس مونونيوكليوسيس عاده
بيعمل swollen lymph glands, fever, sore throat, extreme fatigue ومرات splenomegaly. Often spread through contact with the infected saliva from the mouth. Primary infection with Epstein-Barr virus, usually confused with streptococcus pyogenes. يعني ممكن هو يعمل لي pharyngitis. ولكن بعض بصير مرات عند بعض الأطباء تشخيص خاطئ وبيحكي إنه سبب الثروت سبب الانفكشن هاي هي عبارة عن streptococcus pyogenes. هاي الانفكشوس مونونيوكليوسيس, فممكن mistakenly يحكي إنه pharyngitis due to streptococcus pyogenes وروح يعالجه بأموكسيسيلين. العلاج بالأموكسيسيلين ب 95 ل 100% من هدول المرضى اللي بيكون عندهم infectious mononucleosis ومستيكنلي diagnosed as streptococcal pyogenes pharyngitis بصير عندهم diffused pleuritic maculobabular rash. فالمرضى هدول بعض الناس يعني بعض المرضى بصير يحكي لك انا صار عندي حساسيه من الاموكسيسيلين مره وانا صغير ولا وانا كبير صار عندي كذا ورحت للدكتور واعطاني اموكسيسيلين وطلع لي راش وكذا. هون هدول المرضى ما بيكون عندهم حساسية من الأموكسيسيلين. هدول المرضى بيكون صار عندهم diffused pleuritic rash نتيجة استخدام الأموكسيسيلين لعلاج viral infection اللي هي Epstein virus infectious mononucleosis. فإحنا لازم ناخد history كويس من البيشنت قبل ما نقرر إنه عنده أموكسيسيلين allergy ولا لا. طبعا بالإضافة للي درسناه من قبل كيف نحدد الأليرجي من خلال الديرمال سكين تيستس. من الانفكشنز الثانية اللي بعالجها الهيربس أو الأنتي هيربيتك دراجز الفيريسيلا زوستر انفكشنز أو الهيربس زوستر أو اسمه ثاني شينجلز ممكن تشوفوه. هي عبارة عن بينفول فيزيكولار راش تتبع باترن للديرماتومال ديستريبيوشن, يعني بتكون ماشية حسب الديرماتوم أو كيف الجسم بيكون كل جزء مغذى من عصب معين أو من برانش من عصب معين تتبع برانش معين. يعني طلعوا هون مثلا تابعة برانش معين في الشنجلز اللي هون في الباك تابعة ديرماتوم معين. عادة إذا صارت بالوجه لأنها بتتبع ديرماتومز فهي ما بتعمل, وحتى في البدي يعني ما بتعمل كروسينج للميد لاين. ممكن تعمل لنا رامزي هاند سيندروم, احنا ممكن هاي نشوفها في الاسنان كثير. بصير في فيزيكلز او هيربس زوستر فيزيكلز تطلع على الاكسترنال اير والاديتريمينيتس هون او على اي برانش وبتعمل دروبينج في بصير فيشيال بلسي ودروبينج بالفيس على جهات الفيزيكلز. المرضى اللي بيجوا لنا او بنشوفهم بعياداتنا ممكن انتم تكونوا معرضين المرضى ما يكونوا فاهمين ويجي يسالوكم عن حاله زي هاي بحكم انها يعني ممكن يعتقدوا انها قريبه من الاسنان, فلازم نكون عارفينها وشايفين عارفين المانيفستيشنز كلينيكالي تبعتها وكيف نتصرف. في مرضى فيري يونغ هي عاده بتصير الهربس زوستر ممكن يصير لها ري اكتيفيشن بالالدير اللي بعد عمر ال 60 سنه والاميونو كومبرومايز patients. فلما يجيك patient عنده herpes zoster وهو young هون لازم احنا نكون suspicious about الاميونو state تبعت هذا البيشنت. ممكن نحاوله to examine for immunosuppressive statement او HIV لانه الherpes zoster مش common انه يصير في الاطفال اللي سوري او في ال young patients. البروستاتيك نيورالجيا هي اكثر common post infection complication او post herpes zoster complication ممكن تشوفه عند مرضانا. وعاده الهربس زوستر بتعالج بالانتي فايرال ثيرابي as systemic, يعني بنعطيهم systemic انتي فايرال ثيرابي. هاي شكل الهربس زوستر او الشينجلز. طبعا الكل عارف انها البرايمري هربس زوستر انفكشن شو هي, حدا بيعرف شو الانفكشن الاوليه اللي بسببها الفيريسيلا زوستر فيروس؟ طيب اول انفكشن يعني حكينا احنا انه الهربس سيمبلكس فيروس 1 اول ما يفوت على الجسم بيعمل لي برايمري جينجيفوستوماتايتس بعدين بصير يعمل لي هربس لابيالس.
الفاريسيلا زوستر فيروس اول ما يفوت انفكشن بيعمل تشيكن بوكس اللي هو الجدري تشيكن بوكس هلا، بس بعدين لانه الجسم بصير له مناعه فما بيرجع يصير عندنا تشيكن بوكس الا اذا المناعه صار لها صار في هبوط للمناعه او الانتي بوديز بطلت موجوده بكثره فممكن يصير ري انفكشن. ولكن بالوضع الطبيعي لما يصير تشيكن بوكس فهي خلص لمدى الحياه، وبعدين بصير كيف يتكرر الانفكشن انه بيكون دورمنت الفيروس، بتصير تتكرر از ميوكوكيوتينيوس مانيفستيشنز اللي هي الهيربس زوستر. واضح؟ أي سؤال لهلا؟ نحكي عن الفالاسايكلوفير. يعتبر برو دراج للاسايكلوفير، من أحد أنواع الاسايكلوفير، أو يعني برو دراج للاسايكلوفير، يعني بصير له اكتيفيشن بالليفر وبعدين بتحول للاسايكلوفير كمان، هي زي ما ذكرنا. جريتر اورال بايو افيلابيلتي من الاسايكلوفير. انواع ثانيه بين سايكلوفير بنعطى توبيكال او اي في، ويوز عاده لعلاج الجينيتال هيربس والهيربس زوستر انفكشنز لانه بناخده اي في، فممكن يفيدنا في علاج البن سايكلوفير. الفام سايكلوفير هو برو دراج للبن سايكلوفير، في رسمه حلوه بالكتاب بالشابتر عامله مخطط انه انو برو دراج للثاني، مثل ما الفال السايكلوفير برو دراج للاسايكلوفير، الفام سايكلوفير نفس الشيء برو دراج للبن سايكلوفير، يعني في الليفر بصير له تحويل لبن سايكلوفير. الميكانيزم اوف اكشن نفس السايكلوفير، وعادة له اكتيفيتي اجينست، ممكن نلقى له اكتيفيتي اجينست الهيباتيتس بي فيروسز. طبعا الهيباتيتس بي فيروسز لهم ادوية ثانية، ولكن الفام سايكلوفير ممكن يكون له اكتيفيتي اجينست الهيباتيتس بي. جام سايكلوفير نفس السايكلوفير بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن والستركتشر، ممكن يكون لعلاج الحالات الشوي سيفير من السيتوميجالوفيروس انفكشنز اللي بتصير عادة تعمل رينايتس او نمونيا او جاستروانترايتس في الاميونو كومبرومايزد انديفيدوالز، المرضى اللي بيكون عندهم المناعة شوي نازلة اللي بعد الاورجن ترانسبلانتيشن كثير معرضين يصير عندهم سيتوميجالوفيروس انفكشنز، فبيستخدموهم الجان سايكلوفير. هيك بنكون خلصنا الانتي هيربيتك فيرال دراجز. بدنا نحكي هلا عن الانتي انفلونزا ايجنتس. اول واحد رح نحكي عنه هو الامانتادين. الامانتادين بيعمل انهبيشن للفيرال انكودينج، مش حكينا لما يفوت بده يفوت الدراج لما يفوت الفيروس على الخليه. طبعا الهيباتيتس الانفلونزا فيروس إله انفلوب، لما يفوت على الخلية بده يصير له انكوتينج عشان المادة الوراثية للفيروس تطلع وتستفيد من الهوست سيل. فلما يتاخد امانتادين بيمنع الانكوتينج جوا الهوست سيل، فبالتالي ما بصير فيرال دي ان اي ريليز او فيرال ار ان اي ريليز داخل الانفكتد سيل. عادة ليميتد للانفلونزا اي، بتعرفوا انها لها انواع الانفلونزا، ليميتد للانفلونزا اي فيرال انفكشنز كتريتمنت كبروفيلاكسز. بيقطع البلد برين بارير وبيتركز بكميه كويسه. من السايد افكتس انزومنيا ديزنس وسيجرز، لاحظوا انتم انه الادويه معظمها اللي بتقطع البلد برين بارير ممكن تلاقوا لها سايد افكتس تشمل سنترال نيرفس سيستم منطقيا يعني. الادويه الثانيه بتاثر او انتي انفلونزا عندنا الأوسيلتيمافير وزانامافير، effective against type A و type B influenza viruses. هاي شو بتعمل؟ inhibition لنيورو أمينيديز، بالتالي بتمنع الريليز للنيو فيريانز من infected cells. هلا إن شاء الله يعني لو رجعنا وجاهي ممكن أشرح لكم إياها هذا الحكي على اللوح أكثر، بس بشكل عام الانفلونزا فيروس بيكون على السيرفس اللي إله او على الانفلوب بيكون في جلايكوبروتينز او سيرفس بروتينز مسؤوله عن كل واحده إلها وظيفه، في هيماجلوتينين، في نيورو اميدايز، في ام 2، كل واحد حسب وظيفته إله وظائف او ماتريكس 2. هلا نيورو اميدايز في بعد ما مرحله حكينا الريبليكيشن للفيروس
بيفوت بيعمل انكوتينج، بيصير ريبليكيشن للماده الوراثيه اللي له، ببلش يجمع البارتيكلز اللي له، بعدين بيستخدم البروتياز انهبيتر او اي جزء ثاني عشان يحاول يعمل لهم ريليز من الخليه. طبعا هو لما يفوت على الخليه بينتج السيرفس انتيجنز او السيرفس بروتينز وبيطلعها على الهوست سيل ميمبرين. فلما يروح على الهوست سيل ميمبرين بياخذ جزء من الانفلوب للسيل ميمبرين اللي في اللي هو في الهوست سيل، وبيحاول ياخده طبعا مع السيرفس بروتينز اللي عملها له، منها النيورو امينيديز. النيورو امينيديز بعد ما يجمع حاله البروتين او الفيروس وبده يفصل حاله عن السيل ميمبرين للهوست، بالنيورو امينيديز وظيفته هون هو اللي يفصل البروتين سوري الفيروس. فالادويه زي الاوسيلتمافير والزانامافير اللي بتعمل انهبيشن للنيورو امينيديز تمنع الريليز للنيو فيريونز اللي تكونت جوا الانفكتد سيل. ان شاء الله يكون واضح. الاوسيلتمافير عاده بيتاخد اورالي، ممكن يعملها نوزيا فوميتنج حسب الروت تبع الادمنستريشن اذا منتبهين. اما الزانامافير فهو ادمنسترد باي انهاليشن. لما نعمل له ادمنستريشن باي انهاليشن ممكن يعمل لنا سايد افكتس مثل البرونكوسبازم، هيديك، ديزنس، عشان هيك ممكن يكون ممنوع في برونكوسبازم بيشنتس او المرضى اللي عندهم ازمه. انتي ريترو فايرال ايجنتس معروف، هم الريترو فايرال ايجنتس اللي هم الاتش اي في، طبعا في كثير بس من يعني من اهمهم هم الاتش اي في 1 واتش اي في 2 اللي هو هيومن اميون ديفيشنسي فايروس. تشمل عدة مراحل، عدة أنواع، وكل نوع حسب ما هو مبين بهاي الصورة بيشتغل على جزء معين. في عنا الانتري أو فيوجن انهبيترز، هدول من اسمهم مبين. لما يجي الاتش اي في فيروس بده يدخل على الهوست سيل، وغالبا هو بيستهدف مين إذا بتعرفوا؟ أي خلايا بيستهدف الاتش اي في فيروس؟ ما حدا بيعرف؟ طيب الانتري او فيوجن انهبيترز بتمنع دخول الفيروس على الهوست سيل. في عنا بعدين بعد ما يدخل الفيروس ويعمل انكوتينج والفيرال ار ان اي تطلع في الخليه، بالنسبه لانه اتش اي في فيروس هو انتي ريترو فايرال ايجنت، يعني هو عنده فيرال ار ان اي بده يحوله لدي ان اي، فعنده ريفرس ترانسكريبتيز بيحول الار ان اي لدي ان اي بالعكس، عشان هيك بسموهم انتي ريترو فايرال ايجنتس او انتي سوري بسموهم انتي ريترو فايروسز. ففي ادويه تشتغل على هاي الريفرس ترانسكريبتيز، في منها نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز تشتغل على النيوكليوزايد ريفرس ترانسبتيز، وفي نون نيوكليوزايد ريفرس ترانسبتيز انهبيترز. التنتين بيشتغلوا على الريفرس ترانسكريبشن من ار ان اي لدي ان اي، يعني هم الاثنين هذول بيشتغلوا على هاي المرحله. وفي عندنا بعد ما يتحول الار ان اي الفيرال ار ان اي من خلال الريفرس ترانسكريبتيز يتحول لفيرال دي ان اي، بصير الفيروس بده يدخله على الدي ان اي تبع الخليه الهوست، فبده شيء يشبكه مع الدي ان اي تبع الخليه الهوست. فشو بجيب؟ بجيب الانتجريز. الانتجريز هذا طبعا انزيم موجود مع الفيروس نفسه بدخل الفيرال دي ان اي مع الهوست دي ان اي. ففي ادويه بتاثر على هاي المرحله وبتعمل انتجريز انهبيتر، بتعمل انهبيشن لهذا الانزيم فبالتالي ما بفوت. في أدوية بتأثر على البروتياز بروتياز تعتبر بروتياز انهبيترز، بتأثر على البروتياز، طبعا البروتياز كمان موجود عند الفيروس. بعد ما يصير ريبليكيشن للدي ان اي ويصير له ترانسكريبشن ويرجع يتكون فيرال ام ار ان اي ويصير له ترانزيشن ويعمل برودكشن للبروتين تبعات الفيروس، بصير الفيروس بده يجمع حاله ويعمل اسمبلي ويطلع من الخلية. وزي ما حكينا البروتياز انهبيترز هون
هي اللي بتخلي يصير في بادنج للفيروس ويطلع من الخلية. ففي أدوية بتشتغل على هذا الموضوع. هاي صورة يمكن أوضح. زي ما حكينا هون الانتري بيدخل الفيروس، في أدوية تمنع الانتري أو الفيوجن. بعد ما يدخل في أدوية بتمنع الريفيرس ترانسبتيز من إنه يحول الـ RNA لـ DNA. في أدوية تمنع الانتجريشن للفيرال دي ان اي مع الهوست دي ان اي، وفي ادويه بتمنع البروتياز انهبيتر من انه يعمل كليفج او يعني يقطع البادينج فيروس من الهوست سيل. النيوكليزايد ريفرس ترانسبتاز انهبيترز اللي هم رح نحكي عن هذا النوع اول شيء، اللي بيمنع تكون او تحول الار ان اي لدي ان اي من خلال الريفرس ترانسكريبتيز. انواع مهمه مثل الزيدوفوداين، هذا اهم نوع، بيعمل انهبيشن للاتش اي في ريليز ترانسكريبتيز، اتفقنا. افكتيف اجينست الاتش اي في 1 والاتش اي في 2، بروتكتس ذا ان انفكتد سيلز من الاتش اي في، بس ما له افكت على الاتش اي في انفكتد سيلز. واضح، لانه بتكون الخليه خلص بعد ما صار لها انفكشنز بلش صار في دي ان اي للفيروس وبلش يصير ريبليكيشن، يعني شغل الريفيرس ترانسكريبتيز بيكون خلص. فطبيعي انه الان ار تي اي يكون شغلها على الان انفكتد سيلز، بحيث لو فاتها بعدين الفيروس فعلا تمنع الريفيرس ترانسكريبتيز. عادة بيتاخد اورالي وبيكون افكتيف وبالابزورب من الجي اي تراك ميتابولايز بالليفر من خلال الجلوكورونايديشن. طبعا بصير له فيز 1 ولكن بكمل عليه الجسم بفيز 2 وبصير له اكسكريشن في اليورين، بقطع البلاسينتا والبلاد برين بارير، وكمان بسكريشن بصير له بالملك. هاي نقطة مهمة لأنه من الأدوية اللي تستخدم بعدين في حاله البريجننت وومن عندهم اتش اي في، فمن الادويه اللي بنستخدمها زيتوفوداين لانه بيوصل للفيتس او بيوصل للجنين. طيب له شويه ادفيرس افكتس اكيد طبعا. في الانيشال ستيجز من التريتمنت ممكن يسبب نوزيا، فوميتينج، ابدومينال ديسكومفورت، هيديك، وانزومنيا. على اللونج تيرم ثيرابي ممكن يعمل هيباتوتوكسيسيتي او مايوباثي مع فاتيج ولاكتيك اسيدوسيس. طبعا بيتفاعل مع شويه ادويه، منها الباراسيتامول اللي انتم رح توصفوه كثير طبعا الباراسيتامول لمرضاكم، لانه التنين بصير لهم ميتابولايزنج من خلال الجلوكورونايديشن اللي بصير بالليبر. فمريض بياخذ زيدوفوداين وتعالج بعلاج واضطر ياخذ باراسيتامول، او كان عنده مشكله واضطر ياخذ باراسيتامول او اي مشتقات الباراسيتامول، بيؤدي انه الباراسيتامول بيعمل كومبيتيشن مع الزيدوفوداين على الجلوكونايديشن وبياخذ مكانه، وبالتالي الزيدوفوداين بيصير له اكيوميليشن وممكن يسبب لي توكسيسيتي. الايزولز والزيدوفوداين، تعرفوهم الايزولز صح؟ متذكرينهم؟ حدا متذكر الايزولز؟ شباب صبايا ايزولز بتفاعلوا مع الزيدوفوداين، المترودينازول تمام. ده نعم المترودينازول هدول ده الايزولز، لا مو من الاتنين، من اتذكر حاول وين شرحناهم. للفارس ده مع ايه؟ انت فاهم حكينا انتي فنجل بالضبط، انتي فانجلز. فالايزولز او الانتي فانجلز ممكن يتفاعلوا وبيأثروا على، حكينا معظم الانتي فانجلز ما عدا واحد منهم لما تدرسوا بتتذكروا، واحد منهم المعظم بيعمل انهيبيشن للسيتوكروم بي 450 سيستم صح؟ فبالتالي بيمنعوا الميتابوليزم للزيدوفوداين وبيعملوا له اكيوميليشن. كمان زيتوفوداين والستافوداين هدول التنين انتي فايرلز بيعملوا كومبيتيشن على الانتراسيلولار فوسفوريليشن. في عندنا اذر ان ار تي ايز، ديدانوسين، ستافوداين حكينا هي اللي بتفاعل معاه، لاميفوداين، كثير طبعا في انواع.
كلهم effective orally. lamivudine عادة used في الـ antiretroviral therapy لأنه له efficacy عالية ولو toxicity. يعني الـ antiretroviral therapy بتكون عادة combination من الكومبينيشن من يعني المجموعات بحاله انها تكون فيها لاميفوداين. نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز، نيفيرابين، ديلافيريدين، ايفافيرين، هدول كلهم بيشتغلوا على الاتش اي في 1 اكثر من الاتش اي في 2، ما بيشتغلوا على الاتش اي في 2. بيستخدموا ان كومبينيشن مع النيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتاز انهبيترز اللي ذكرناهم قبل. يعني احنا عاده للاتش اي في كمان نعطي كومبينيشن تريتمنت الان ار تي ايز مع الان ان ار تي ايز، بربطوا مباشره على الريفرس ترانسكريبتاز انزيم وبيعملوا انهبيشن للريفرس ترانسكريبتاز انزيم. يعني النن نيوكليوزايد من اسمها نيوكليوزايد، يعني وين بيشتغل؟ نيوكليوزايد ريفرس ترانسبتيز، يعني هاي الادويه اللي ذكرناها بقى بتشغل على نيوكليوزايد فوسفوريليشن. اما النون نيوكليوزايد فهي بتشتغل على الانزيم نفسه، على الريفرس ترانسبتيز نفسه، مش على النيوكليوزايد فوسفوريليشن. والنيوكليوزايد اذا متذكرين هي بتكون مكونه من بنتا شوجر مع نيتروجين بيز اذا متذكرين، بس بدون فوسفوريليشن. هاي الفرق بينها وبين النيوكليوتايد. النيوكليوتايد بتكون بنتا شوجر مع مع نيتروجين بيز مع فوسفوريليشن. من الادفيرس افكتس ممكن يعمل سكين راش، فيفر، نوزيا، بروريتس، وسنترال نيرفس سيستم ديستربنسز. البروتياز انهبيترز اللي متذكرين اللي حكينا بيمنعوا البادنج للنيولي فورمد فاريونز، بيعمل انهبيشن للاتش اي في بروتياز انزيم، بريفنت كليفج للفيرال بولي بروتينز تو ذا فاينل اتش اي في. انستد بصير في عندنا اماتشور نون انفكشوس فيرال بارتيكلز، فما بتكون مثل الاتش اي في الفيروس اللي لازم تكون اللي دخل بالاول، بتكون اماتشور ومش معديه، فبالتالي بتكون هيك بياثر البروتياز انهبيترز. إلهم كروس ريزيستنس في هاي المجموعة، يعني إذا نوع إله ريزيستنس تلاقي أنواع تانية إلها، بس ما في كروس ريزيستنس مع الريفيرس ترانسبتيز انهبيترز. يعني اللي إله ريزيستنس للبروتياز انهبيترز مش شرط يكون إله ريزيستنس على الأدوية اللي بتأثر على الريفيرس ترانسبتيز اللي حكيناهم بالأول التنين. البروتياز انهبيترز عادة تستخدم أورالي مع ريفرس ترانسبتيز انهبيترز، يعني كومبينيشن. اكستنسيفلي ميتابولايز بالليفر، من الادفيرس افكتس الها نوزيا وفوميتنج ودياريا وسكيليتال ماسل ويستنج، انسولين ريزيستنس، وممكن تؤدي لحدوث دايابيتس. اخر نوع اللي هو الانتري او الفيوجن انهبيترز مثل الانفوفيرتايد او المارافيروب، هدول بيمنعوا دخول الاتش اي في فيروس على الهوست سيل. بيستخدموا عادة كإضافة للأدوية اللي بياخدها البيشنت اللي ما بيصير عنده استجابة للأنتي ريتروفايرال ثيرابي اللي أوريدي بياخده، يعني ممكن نضيفها عشان نحاول نحسن من الريسبونس لهاي للكومبينيشن الأدوية اللي بياخدها. الـ HIV treatment بشكل عام هدفها to suppress الـ HIV replication وتعمل improve للـ immune status of the patient. من أهدافها كمان to prevent the emergence of drug resistant viruses، مثل ما ذكرنا مرة في التي بي إنه لما نعمل combination في هاي الحالات المعينة فإحنا بنقلل ال resistance، وكمان to prevent أو treat opportunistic infections. هلا الأنتي ريتروفايرال ثيرابي في عنا ART أو مرات ممكن تشوفوه هارت highly active anti retroviral therapy. بنستخدم drugs with different mechanisms of action، يعني بنشتغل شيء بيمنع البروتياز انهبيترز مع نيوكليوزايد ريفرز ترانسكريبتاز انهبيترز، مرات ممكن نضيف انتري او انفيوجن انهبيترز. فالفكره انه لما نخلط الادويه مع بعض بيكون بدون شو اسمه
بيكون حاول انهم يكون لهم كل واحد له سايد افكت او سوري ميكانيزم اوف اكشن مختلفه عن الثاني. بلكي ناخذ سينرجستيك افكت. الاتش اي في بوزيتيف بريجننت وومن عاده مثل ما ذكرنا زيدفوداين ممكن يستخدم عشان يمنع الفيرتيكال ترانزميشن للطفل، لانه زيدفوداين بيوصل بروسس ذا بلاسنتا وكمان بيوصل للبريست ميلك، فبتاخده خلال مرحلة الحمل عشان تمنع انتقال الاتش اي في فيروس للطفل، وكمان بيستمر عليه الطفل لبعد الولادة ب6 أسابيع. مونيتورينج للثيرابي، لازم نضل نعمل مونيتورينج للاتش اي في من خلال الاتش اي في ار ان اي. بنضل نعمل مونيتورنج للاتش اي في ار ان اي لود في الدم والسي دي 4 كاونت. طبعا لهم حسابات معينه، لازم السي دي 4 يضل يعني نشوف كيف اعداده، بيطلع تحت ال 200، بيطلع فوق ال 200، بيطلع فوق ال 400 حسب. والار ان اي لود لازم يكون له رقم معين في الدم. هلا طالما بدنا ناخذ يعني انتي ريترو فايرال ثيرابي تريتمنت فعاله، فاحنا بنلخصها بكلمتين: undetectable يعني untransmutable. شو يعني undetectable؟ يعني انا مش قادر احدد، هلا الفيروس موجود ولكن انا مسيطر عليه بالريبليكيشن، مانع الريبليكيشن للفيروس الجديده، الفيرال ار ان اي في الدم undetectable، ما عم بنحدده بالفحوص المخبريه، فبالتالي هو ان ترانسميتابل. وهذا الهدف من الاتش اي في تريتمنت، دائما تخلي الاتش اي في ار ان اي لود في الدم ان ديتكتابل، يعني بمستويات قليله جدا. في موضوع كثير بهمنا واحنا معرضين له ممكن، اللي هو الاكسيدنتال اكسبوجر للاتش اي في. كدكاتره اسنان معرضين جدا انه يصير، لانه احنا دايركتلي بنتعامل مع مرضى، وفي مرضى كثير ممكن يكون عندهم اتش اي في هيباتيتس بي. لازم يكون عندنا حذر بالتعامل مع الانفكشوس ماتيريالز، سواء بودي فلويدز، سواء بودي تيشوز، سواء شارب انسترومنتس، لانها ممكن هي تكون سبب فناء العدوى للهيلث كير وركر او طبيب الاسنان او الاسيستنت نتيجه التعامل غير السليم مع هاي الشغلات. الاكسيدنتال اكسبوجر للاتش اي في انفكشن ممكن يكون من خلال زي ما ذكرت لكم التعرض للسيرجيكال انسترومنت، تنجرح بسيرجيكال انسترومنت او بلاد ترانسفيوجن، طبعا ممكن او نيدل ستيك انجري، بتعطي انجكشنز لمرضى، والمرضى ممكن يكونوا اتش اي في بوزيتيف او هيباتيتس بي بوزيتيف وتنتقل، او هيباتيتس سي، وهاي المرضى بالغلط مثلا انت تجرح حالك بالانسترومنت او نيدل ستيك انجري انت او الاسيستنت، فممكن ينتقل لك المرض. ففي هاي الحاله لو صارت هاي الحوادث، وهي فيري كومون انها تصير في العيادات ترى، فلو صارت لازم يصير في بوست اكسبوجر بروفيلاكسيس. اول شيء بتعملوه نوتيفيكيشن، لازم تبلغوا المكان اللي انتم بتشتغلوا فيه او الناس اللي بتشتغلوا معهم او المؤسسه، تعملوا نوتيفيكيشن للاكسيدنت عشان تفوتوا في مرحله اسسمنت، بقيموا وضعكم، درجه الاكسبوجر، طريقه الاكسبوجر، وضع البيشنت اللي انت صار لك اكسبوجر منه. يعني هل هو مثلا عنده فايرال ار ان اي لود من الفايرال اتش اي في لود عالي، ولا هو undetectable؟ فاذا هو undetectable بياخذ ادويته، فهو untransmissible، فممكن في هاي الحاله ما يعطوك بروفيلاكسز حسب البيشنت اللي انت تعرضت او صار اكسبوجر له. مرضى عندهم هيباتيتس بي حسب وضع الهيباتيتس بي. كل هاي الشغلات بعد ما تعمل نوتيفيكيشن الطبيب المسؤول عنك بيقررها، بيوصي ببيسك ريجيمن رح تاخده. لو صار هذا الحكي مع اي حدا رح ياخد بيسك تريتمنت اذا كان الاكسبوجر اخف، او ممكن ياخد اكسباندد ريجيمن بياخد فيه عباره عن 3 ادويه.
لازم تكونوا عارفين هاي الشغلات لأنه أي حدا معرض إلها. هيك بنكون خلصنا الـ viruses أو الـ antiviral therapy. بتدرسوهم نفس الـ antifungals من chapter 11 من الكتاب اللي أنا حاطة لكم إياه، بالإضافة لـ lecture notes هاي اللي راح أنزلها اليوم إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعافيك. لو سمحتوا بس الكل يكتب اسمه مع رقمه الجامعي في الشات، راح أستنى شوي.